los intereses africanos en un ámbito latinoamericano y a la vez considero que Argentina también está en condiciones de representar los intereses regionales, además de los nuestros, en un ámbito africano. المغرب بحكم الكثير من العوامل يعتبر البلد المؤهل بشكل جيد جدا لتمثيل المصالح الإفريقية في أمريكا اللاتينية. هذه هي الخلاصة التي خرج بها ضيف اللقاء الشهري الجديد المنظم بمقر قطب وكالة المغرب العربي للأنباء لأمريكا الجنوبية ببونوس آيرس حول موضوع آفاق التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، المغرب والأرجنتين نموذجا. الخبيران الأرجنتينيان أبرز أن المكانة التي يتمتع بها المغرب في إفريقيا تستمد كنهها من العلاقة الجيدة التي تربطه ببلدان القارة، وكذا من الروابط التاريخية التي جمعته على الدوام بهذه البلدان، لا سيما وأن المملكة بصمت باستمرار على حضور لافت في القارة السمراء، سواء من خلال المساعدات بمختلف أشكالها التي ما فتئ المغرب يقدمها لفائدة شعوب القارة، أو عبر المساهمة في حل الإشكالات المعقدة التي تعرفها بعض بلدان المنطقة. Han plasmado en visitas, en intercambios, en ayudas, en intervenciones de la corona del trono marroquí para solucionar problemas delicados que han atravesado países de la región. اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية البالغة والدلالات التي تحملها الزيارات المتكررة التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس مختلف بلدان القارة الإفريقية. محمد VI ha hecho al oriente de África. الخبيران الأرجنتينيان بسطا أيضا التحديات الراهنة المطروحة عالميا على مستوى الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتجارة المخدرات، والتي تفرض التعاون والتنسيق بين جميع بلدان العالم لا سيما الإفريقية والأمريكية اللاتينية، مبرزين الدور الهام والأساسي الذي يطلع به المغرب بحكم موقعه الجغرافي وبالنظر إلى تجربته في التعاون مع العديد من البلدان والهيئات الأوروبية على الخصوص. وعلى لسان الخبيرين جاء التأكيد على أهمية التفاوض في إطار تكتلات إقليمية بالنسبة لدول الجنوب، خصوصا الإفريقية والأمريكية اللاتينية، من منطلق أن التكتلات سواء أكانت اقتصادية أم سياسية تساهم في إسماع أفضل لصوت البلدان المنتمية إليها وفي استثمار أمثل لمقومات التعاون بين بلدان التكتلات الأخرى، مشددين مع ذلك على أن العلاقات الثنائية بين البلدان تظل سبيلا للتعاون لا يمكن استبعاده، لا سيما في حالة تعطل وجمود بعض هذه التكتلات. ضيف اللقاء شدد على أن المغرب والأرجنتين باعتبارهما قوتين إقليميتين صاعدتين يتوفران اليوم على فرصة جديدة لإرساء جسور التعاون، وأمامهما آفاق واعدة للرقي بعلاقاتهما الثنائية. De mucha potencialidad en su relación bilateral, ¿no?